أكبر الله الفقيه صارخا إليكم قال الفقيه صارخا إليكم لن ننحني مذلة إليكم وأن نكون مثل ما أردتم أن نرتضيكم بعد ما قتلتم وبعد ما دماءنا سفكتم إنه الحاكم القرآن واجتاح المساجد أحرق القرآن واجتاح المساجد وأسقط الحكم والحاكم فرج اللهم عن معتقلينا يا رجانا نشتكي ليلا عبوسا فسجون الظلم كما ذا النفوسا إنما الأحرار لا تحني الرؤوسا إنما الأحرار لا تحني